السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. حافظ فريقا النادي الأهلي ودار كلاب على موقعهما في صدارة الترتيب العام لدوري الدرجة الأولى البحريني للكرة الطائرة، وذلك بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على كل من بني جمرة والنبي صالح بثلاثة أشواط دون مقابل، وذلك في المواجهات التي جمعت بين الفرق على صالة اتحاد اللعبة في مدينة عيسى الرياضية.